بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين ليوميات أبو مطران قناة محمد أفندي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسوف نبدأ معكم إن شاء الله القصص الرمضانية والقصص التي وقعت في رمضان، قصص واقعية حصلت وحدثت في رمضان، ونبدأها اليوم بهذه القصة مستعينين بالله متوكلين عليه. هذه القصة لعقيم أرسلها رسالة للمصلين في إحدى المساجد، يقول 10 سنوات لم أرزق بالذرية، والعام الماضي أنكببت بالدعاء، يعني انكب بالدعاء جلس يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، أنكببت بالدعاء إلى الله في شهر رمضان، طلبت من إمام المسجد أن يدعو لي دعاء الإمام لكل عقيم، وهذا العام يقول يرسل رسالة ليخبرهم أن امرأته في شهرها الأخير حامل، مديونون بثوا الشكوى إلى الله فقضى الله دينهم، إنه شهر رمضان شهر إجابة الدعوات، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والعياذ بالله من جهنم. إنهم سعداء في هذا الشهر، لماذا؟ لما فيه من الخير والبركات، ورزقهم الله بالذرية بعد الصبر وطول الدعاء. وإلى قصة أخرى من قصص رمضان الواقعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم أبو مطران.